عسلامة، مرحبا بكم في كوجينتي. مرحبا بكم، اليوم باش نقدم لكم اكله ياسر بنينه ومزيانه لفطور الصباح، بريوش بالمعجون، عجينه ياسر مزيانه، وان شاء الله تعملوها وتجربوها. العجينه هذه تنجم تشكلها كيما تحب. انا عملت اليوم محشيه بالمعجون، ان شاء الله اليوم تعجبكم وصفتي. كان انت اول مره تزور قناتي، ما تنساش الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، وما تنساوش زيد اصحابي اللي في اليوتيوب تعملوا لي لايك للفيديو. ميرسي لصحابي الكل اللي في اليوتيوب. الاكله هذه لكم انتوما، ان شاء الله تعجبكم. نبداو على بركه الله، نحضروا اكلتنا لليوم، بريوش. بريوش لفطور الصباح. بسم الله وعلى بركه الله، نحضروا اكلتنا لليوم، البريوش الحلو اللي باش نعملوه ياسر بنين وخفيف. ان شاء الله اليوم تعجبكم الطريقه. اول حاجه عندنا لهنا زوز بيضات ياغورت طبيعي، عندنا كيس حليب دافي، شطر كيس زيت نباتي، شويه ملح، زوز مغارف زبده كبار، وعندي لهنا زوز مغارف سكر، وعندي لهنا 600 غرام فارينه. من بعد نشوفوا مع بعضنا قداش نسحقوا فارينه. وعندي واحده خميره نتاع خبز، واحده فانيليا. باش نوريكم هنا طريقه فيسع فيسع نعملوها. الحليب الدافي نصبوا عليه الخميره، ونصبوا عليه من زوز مغارف سكر مغيرفه هكا سكر، نخلطوا الخليط. برشا بنات يقولوا لي راهي ما طلعتلناش الخميره، ما فوجتش. اهم حاجه لهنا الخميره نذوبوها مع الحليب والسكر بالطريقه هذه، ونغطيوها. نخليوها توا الخميره نقولوا احنا تفوج، ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش باش نستعملوا العجينه بالتدريج، ونوريها لكم قداش تجينا مزيانه وبنينه. اول حاجه باش نحطوها توا في الماكينه نتاعنا في الركاضه هو، والا نجمو نعملو حتى بيدينا. نحطو هكا زوز بيضات، نشعلكم الضو، وك الزوز نقصنا منهم مغرفه ولا تلفه سكر. وعندي لهنا الزيت، بسم الله. وعندي لهنا الياغورت طبيعي، باش نحطوهم يتركضوا قبل كل شيء مع بعضهم. نخليو الزبده ديما هي اخر حاجه في البريوش. نوريكم الخميره، انا بعد ما وريتكم الطريقه باش البنات ما عادش يغلطوا انا فوجت تبارك الله، اللهم صلي على النبي. نعاود نغطيها، خليها من بعد شويه نركض هذا من الاولى، ومن بعد نرجع لكم. بسم الله. لهنا صبيت كاس الحليب اللي مخلط بالخميرة الخبز، باش نزيد هنا السكر فانيليا، ونعاود نركض مليح مليح ونرجع لكم. لهنا عندي الفارينة نتاعي، باش نحط لها الملح توا خلطها، وباش نبدا نصب. كيف نرى العجينة نتاعي تلمت، نوقف صبين الفارينة. عندي لهنا 600 غرام فارينة، نجم نستعمل اكثر ولا اقل. احنا هبش نشوفوا توا بعضنا ونشوفوا قداش باش يستهلك لي فرينه. ديما الفرينه نخليوها اخر حاجه، والزبده تنوريكم وقتاش نحطوها. بسم الله. نبدا نصب المغرفه، ما نصبش فرد المره. سهلة ما فيها شيء، تو يجيكم بريوش على محليه. تو نكمل نصب الفرينه نتاعي، ونرجع وقت اللي نصب الزبده. لهنا هاك 600 غرام فارينه صبيتهم، طيب باش نبدا نصب في الزبده، باش نخد سكرت البكيره باش تسمعوني. صب الزبده توا ونبدا نخلط، اما بالطريقه هذه سهله باش تتلم العجينه تولي رطبه. نخلي بشويه بشويه ونبدا نخلط. انا زوز مغارف كبار، نبدا نصب ونخلط. نقريب ونصب، تو باش تلم العجينه واللي تبدا نقصت لها الفرينه تزيدها باش تلم العجينه. بالنسبه لي يعني توا سهيل،
نكمل توا نكمل الزبدة تدخل في الفارينة، تجيني العجينة مورقة ونرجع لكم. عجينتنا يلزمها على الاقل في الماكينه تقعد ربع ساعه، كان ما عندناش ماكينه بيدينا نعملو اكثر. وزيد هاني توا خرجتها من الماكينه وباش نحطها توا نرجعها ونخليها تخمر نص ساعه بالضبط. عجينتنا ياسر رطبه على محليها بك الزبده اللي زدناها، توا نخليها تخمر نرجعها في شويه زيت باش ما تلصقناش. انا فيها الزيت وتوا عجينتي حاضره للخمرين، نغطيها مليح مليح وكيف يتضاعف الحجم نتاعها نبداو نخدمو فيها. ما شاء الله نرجعو توا كيف تخمر ويتضاعف الحجم. عجينتي لهنا تخمرت اللهم صلي على النبي، باش نستعملو توا كان شطر والباقي نخبيوه نغطيوه بالمشمع، ما نخليوش عجينتنا عريانه. لهنا عندي شويه فارينه مش برشا، نرش شويه بركه مش برشا هكا باش نعجنها هكا شويه، ومن بعد نقصها قد مستوي. نستعمل الكعبات البريوش اللي حاشتنا بيهم، بسم الله نعملوهم مستوي. هذه الكعيبه الاولى نحلوها بالطريقه هذه بالطول. نعاود نطبقها، نحبها تجيني مورقه من الداخل، بسم الله. ونعاود نحلها بالطريقه هذه بالطول باش نستعملوا المعجون. المعجون اللي عندك في الدار استعملوا، عندك معجون المشمش اي حاجه، المعجون اللي عندك استعملوا اليوم. عندي لهنا عندي معجون السفرج الاني اليوم باش نستعملو، بسم الله. حطو الطريقة هذي منكثروش برشا، ها دوبليش نسكر عليها، بسم الله. وندور كيما هكا، المهم تبدا مسكرة. شوية فارينة باش ما تلصقناش، نجيو كيما هكا نخليو البارتي هذه مسكرة ونحلو العجينة في الوسط، نخليو البارتي هذه مسكرة بالضبط كيما هكا. نراولنا الفيش محلولة من هوني ونعملو كثفيرة، بسم الله نوريكم. المعجون بعد يعمل مزيان لون مزيان، وندهنوه بالاصفر البيض ونعملو الكعيبات نتاعنا ونحضروه بالشكل هذا. نعملو كعيبه اخرى معاكم مره اخرى. العجينه نتاعي لهنا عملتها بالطول، حبيت نزيد نوريكم عن طريقه سهله باش تجيكم المرقه، لازمكم تطبقوها هكايا على اربعه ونعاودو نحلوه. نحلو العجينة نتاعنا بالطول الشكل اللي تحب اعملو، انا هذا الشكل نعملوه بالمعجون. جينا كعبات الكرواسون نتاعنا والبريوش على محليهم يجيو بالمعجون، طريقة سهلة مش لازم تستعمل العجينة الكل فرد نهار، تنجم تستعمل شطر العجينة تخبيها في الفريجيدير تزيد تولي احسن العجينة بطريقة كي تخبيها في الفريجيدير. تقوم الصباح تنجم تعملهم مش حاجة صعيبة، يبداو سخان وتنجم توا نعمل كعبات اللي حاجتي بيهم مش لازم نعمل العجينة الكل. برك الله العجينة تعمل ما تعمل معناها. انا سكرناها شوية بركة فرينة ما نكثروش باش معناها ما تلصقش في الوجق وبرا. نقصوها في الوسط، انا من هوني نخليوها ونقصوها مره بركه هكا، شير اللي مش مسكره هكا، بسم الله.
نحلوها ونعملها فيرة. إذا بينا الشكل المعجون يبدأ ظاهر ونسكر. توا نخلي هالكعيبات متاعنا يتخمروا في الطبق وبعد ندهنهم بالأصفر البيض ونرجع لكم نوريكم كي ندهنهم ونرجع. البريوش متاعي طاب واحضر، جيني ياسر بنين وخفيف، عجينة ياسر مزيانة، ان شاء الله تجربوها. بالحق عجينة ياسر حلوة، تنجم تستعملها باي شكل تحبوا انتي، المهم جي بنين برشا. ان شاء الله عجبتكم اليوم وصفتي، قصيت لكم منها، حبيت نوريكم من الداخل قد جيتني هشيشة وخفيفة وياسر مزيانة وبنينة، اهم حاجة البنة اللي فيها. ان شاء الله اليوم عجبتكم وصفتي، كان عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتدخلوا لي على الباج فيسبوك سندس لجميع الاكلات البنينة. ميرسي.